السلام عليكم. اخيرا الشارف الهارف قرر انه غادي يمشي ويخلي المنتخب الوطني. بزاف ديال الجماهير المغربيه كانوا كيطالبوا شحال هذه انه غادي يمشي، لكن بقى متشبت عرفتي، شد في المنتخب، شدت العمى في الظلمه بسنانه وبيدي. علاش؟ لانه كيستافد، لانه كيجد 80 مليون على حسب داكشي اللي كيقولوا، كيقولوا انه كيجد 80 مليون، واللي كيجد 80 مليون واش غادي يمشي؟ والله واخا كضربوا بالحجر كيجد 80 مليون وضربوا بالحجر، ضربوا بالحجر وغادي يقول لك كان يا زيد ضربني، زيد اعطيني نستحق اكثر. اجيو نشوفوا الحقائق والكواليس، الحقائق ديال الكواليس اللي ما دابا كنستغرب. اي حاجه وقعات راه جماهير مغربيه دار المنتخب ديالهم، خص اي حاجه وقعات خصها تنشر للعلن، ماشي كنتسناو المغودي انه يدخل الكواليس يجيب لنا ها وقتاش غادي يمشي المدرب، ها شحال كان كيتقاضى، ها شحال خصهم يعطيو كشرط جزائي باش يمشي، ها المدرب الخليفه ديالو، ها المساعد ديالو، راه عيب وعار. هذا الشيء راه منتخب ديال المغاربه كاملين. وقعت شي حاجه حطوها في الباج ديال الجامعه، وقعت شي حاجه حطوها للشعب يعرف اش واقع. اذا بعد ما سب المغاربه صبروا معاه، ناض كيدير شوشار وسط المنتخب صبروا معاه، جرى على اشرف حكيم، جرى على زياش صبروا معاه، جرى على مزراوي تالاش. يعني عياو المغاربه ما يصبروا، كيتسناو غير وقتاش يسمعوا الاقاله ديالو. اليوم خبر رسمي ديال الاقاله ديالو، والمغودي الان غادي نسمعوا اش قال على الخليفه ديالو والمساعد ديالو والشرط الجزائي باش يمشي. لان بزاف ديال الناس كيقولوا لك راه اللي خلى القجع انه يصبر معاه وانه ما يعجلش في الرحيل ديالو هو الشرط الجزائي الخيالي. علاش كنديروا شرط جزائي مع مدرب خيالي؟ علاش؟ واش مثلا غادي يجيب لنا كاس العالم؟ واش مثلا غادي يجيب لنا كاس؟ ما دار حتى لعبه. وي دوك الشروط اللي عطيتو معاه انه يوصل لكم للدور، ولكن كيوصلنا زعما بواحد الخطوات ما عجباش المغاربه. وخير ذلك لان رغم التاهل ديالنا لكاس العالم الشعب ما عجبوش الاداء. شفنا الصفيرات ديال الجماهير باش رد عليهم بالسب والشتم. واش هذا مدرب اللي كتقول انه راك سنوات ديال الخبره وكتسب الجماهير ديالك؟ اجيو نشوفوا واش قالوا هنا. حيث أبلغت الجامعة المغربية لكرة القدم البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس برغبتها في فك الارتباط معه بشكل رسمي، وذكرت تقارير مغربية أن المدرب البوسني تلقى اتصالا من طرف جامعة الكرة اليوم يبلغه بحضوره اجتماع فسح. قبل غادي نقطعكم شي، واخا ما كتبغيوش نقطع بزاف الفيديو، حتى انا اصلا ما كنبغيش نقطعو بزاف. دابا قالوا لي هاجي لنا اجتماع باش نفسخوا العقد، راه ماشي بقاو تاعي واجي اتصلوا بي اجي راه عندنا اجتماع في الصخور. راه كاين التليفونات محركين، عجبك الامور الشعب ما عجبوش انت كيفاش نديرو، نعطيوك هادي تعطينا هادي تنازل على هادي نتنازلوا على هادي. والغريب في الامر انه بعد ما تاهلنا لكاس العالم الشعب كله كيقول القجع ما بغيناش هاد المدرب. علاش وقتاش دابا نتوما وقتاش نصبروا على هاد المدرب؟ الا كنا حنا من المرشحين نديو كاس العالم، حنا ما مرشحينش، علاش غادي نصبروا عليك حتى لكاس العالم؟ علاش غادي تجيب لنا في كاس العالم؟ راه الا تاهلنا للدور الثاني حد ما قالها لحد، الا تاهلنا للدور الثاني غادي يخرجوا المغاربه يحتفلوا طا 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 وي تاهلنا للدور الثاني، يعني انجاز. اذا خلي مدرب اللي غادي يبني لنا فريق لما بعد كاس العالم، لان الهدف ديالنا هو كاس افريقيا. عرفتي كاس افريقيا ما تدياش نحاسبوك نعاتبوك نسبوك، لكن كاس العالم ما غاديش المغرب وكاس العالم ربما في الحلم غادي نديو. حنا كنعرفوا القيمه ديالنا، ماشي بحال شي ناس اللي منوك كاس العالم جيو خليهم لنا عشان نكملوا جوالك. وحسب ذات التقارير فان اجراءات فسخ العقد ستتم بعد عوده رئيس الاتحاد المغربي للكره فوزي لقجع من تنزانيا، حيث يحضر اجتماع للكاف في وقت يبقى المدرب المحلي وليد الرقراقي الاقرب لخلافته. غادي نعاود نقطع لان ما كملتش الفكره. بعد ما تاهلنا لكاس العالم مشى خليلوزيتش لالمانيا ولا هولندا، قال لك الجامعه ودي راه بغينا نتناقشوا معاك، قال له مالا في عطله ما تهضروش معايا في البنود، عندي عطله من هذا التاريخ لهذا التاريخ، وانت حياتك كلها عطله، وجيتي شديتي المنتخب وتسنينا عامين ولا ثلاث سنين وانت كتخلص ب 80 مليون شهريا، وقتاش تجي شي منافسه؟ اش كنتي كدير؟ كتسافر تذاك السفر ديالو للديار الاوروبيه باش يشوف اللعابه ربما على 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 عاتق ولا بالميزانيه ديال الجامعه. اذا اش كنتي كدير؟ عامين ولا ثلاث سنين ومدرب هو
عندنا وهو ما كيدير والو، ما عندنا حتى شي استحقاقات. ورغم ذلك فاش تأهلنا لكأس العالم قالوا ما عندي عطلة ما تهضروش معايا، غادي لهولندا ولا واش ألمانيا ولا هولندا، المهم غادي للدولة الأوروبية، قال لهم الاستجمام راه عندي عطلة باغي نرتاح. انت اللي كنتي كتجري انت 3 سنين وانت ناعس، جيتي حضرتي الأربعة ولا ستة ديال المقابلة صافي عييتي، صافي خصك تمشي ترتاح، خصك تمشي للعطلة. بذلك لن يقود وحيد خليل أوزيج منتخب المغرب في مشاركته بمونديال 2022، لتنتهي بذلك مهمة المدرب البوسني بعد حوالي 3 سنوات من توليه منصب تدريب منتخب أسود الأطلس خلفا الفرنسي هيرفي ريناد. وأخفى هذا خليل أوزيج في قيادة منتخب المغرب للقب أمم أفريقيا، لكنه نجح في قيادته للتأهل للمونديال، وأسهمت علاقته المتوترة مع نجوم المنتخب في وضع حد لمهمته، خصوصا خلاف فيه مع مهاجم اياكس وتشيلسي حكيم زياش. شكون اللي ما دارش خلاف مع هذا؟ هذا لا الجامعه لا الجمهور لا اللعابه، حتى شي واحد ما مزيان مع هذا. ما عرفتش واش كيجي عنده دابا ديك العقليه القديمه ديال السلطويه، دير هذه ما ديرش هذه. لا دابا راه حنا مع واحد الجيل اللي خصك تمشي معاه شويه مع خاطرو باش انه يعطي الماكسيموم اللي عنده. من اللعاب راه الا قمعتيه راه انت كتهرس فيه داك الجهد اللي انت محتاجه في المقابله، ويمتفق معك الصرامه زوينه وخص الواحد يبقى منضبط وسط المجموعه وهذا، ولكن رغم ذلك كاين شويه التجاوزات من اجل مصلحه الفريق. الا انا غادي ندور في زياش ولا غادي نسبو ولا غادي نخرجو من المعسكر ولا هذا وانا محتاجه في المقابله، يعني خص ندير عين شافت عين ما جابت وندوزو هنا وكذا ونوقف معاه ونشوفو من بعد المقابله مجلس تاديبي. خليه حتى يفوت كاس افريقيا مجلس تاديبي يجي زياش، هاش درتي علاش دير هكا؟ ضربتي الشيشه وكذا وسط المعسكر نعطيوك اخر انذار، درتي هادي مثلا مره ما عرفتش واش كيضرب الشيشه ولا المعجون اللي ماشي المعجون، المهم الكاله اللي معروف بها راه كيديرها ماشي شغلنا المهم. هذا الشيء بحال هكا كتمشى الامور حتى نستافدوا به في المقابله، من بعد نجلسوا نشوفوا مجلس تاديبي، وذاك المجلس التاديبي نخرجوا بواحد القرار اللي ما يكونش ضد المنتخب. كاين اللي يقول لك لا حنا الصرامه وما عندنا ما نديروا بالانجازات، انا راه خصك دابا تشوف تحط جوج حوايج في الميزان، باغي المنتخب يمشي مزيان وباغي الصرامه والالتزام في المنتخب، لكن خصك ما تختارش وحده وتضيع وحده. اختاريتي هذه ولا عندك البار وسط التربوس راه فضيحه. اختاريتي الالتزام وكتمشي وتخسر ب 6-0 8-0 راه كبر من فضيحه. يعني خصك تشوف باش انك تلعب عليهم بجوج لعب كدير اللي خاطرو، كتحس بانه خصك تخليه وسط المعسكر، خصك تخليه وسط المعسكر فرحان ناشط باغي يعطي 100% من المجهود ديالو، ماشي تخليه تنيرفيه ولا تضيع عليه المورال ولا غادي تجري عليه وتصدق قاعد تجيب لنا واحد عرج في بلاصتو. كما شفنا مزراوي، ملي مشى مزراوي ما لقيناش شي ظاهر كاع كيفرح، ما كاينش شي ظاهر واقف غير يوقف غير يعرف كونترول باس صاحبي، وانا توقفوني تما كونترول باس نريقلها مزيان. نتوما صاحبي المحترفين كتجيبوا كونترول باس ما عندوش، وكاين بعض الاسماء اللي مشكوك حول كيفاش اتجهوا للمنتخب، خليوا هذا الجمال راكز. وللمزيد ينضم الينا من الرباط المحلل الناقد الرياضي محمد المقودي. في البدايه محمد نرحب فيك على سكاي نيوز عربيه، برايك اليست اقاله خليل أوزيج في مثل هذا الوقت فيها مخاطر خاصه مع اقتراب شو على صحفي وعلى محلل دابا هذا على سؤال قال لك واش ماشي هذا الوقيته فاش تم الاقاله ديالو مخاطر ديالاش؟ حنا غادي نديو كاس العالم غادي نزورو 3 د لي ماتش ونجيو بحال اشنو غادي تدي كاس العالم في المجموعه ديال كندا وديال كرواتيا وديال اش غادي تدي ديال بلجيكا؟ يعني غادي تمشي تلعب 3 د لي ماتش ديالك، الحلم ولا الهدف ديال المغاربه هو الدور الثاني صافي، لا دزتي للدور الثاني من بعد من مورا الدور الثاني غادي يديروا لك الصابونه كما داروا لنا في 98 فين اتفقت البرازيل مع النرويج. ربما كعارف الدول العالم الثالث ولا الرابع خصهم يبقاو اللور، خليو الالمان واسبانيا تدوز لقدام،
وكيفاش نرى روسيا راه بينات ان احسن اونترينور داز في المنتخب الوطني هو رونار. خلق لنا واحد السيل جو اللي فرح المغاربه، اللي المغاربه كاملين عجبوا. يعني بطوله كاس العالم، اولا شكرا على هذه الدعوه وشكرا على ثقتكم. انا اعتقد بان الامر ليست فيه خطوره بهذا القدر. لماذا؟ لان المغرب لا يراهن على نتائج اكبر مما نتوقع في كاس العالم بقطر. ان في احسن الاحوال احسن الاحوال سنتاهل، احسن الاحوال ندوزوا للدور الثاني. ما عرفتش مال الفيديو ترون هنا، شوفوا هذا هو السبب الرئيسي وراء فسخ عقد المدرب البوسني، يعني خلافاته مع النجوم مع الجماهير، سب الجماهير للمدرب او عكس ذلك. الشريف راه المدرب اللي سب الجماهير ماشي الجماهير اللي سباته، فيق معنا الله يهديك. هل هو سبب كافي لإقالته ام هناك اسباب يعني اخرى يعني لا نعرفها؟ أعتقد أن هناك أسباب واضحة للإقالة، لأن المنتخب المغربي عزيزي كلما كان في مواجهة لمنتخب محترم، لمنتخب على الأصح نقول من المنافسين بالقارة الإفريقية إلا وانهزم كما وقع بالكاميرون مع مصر، كلما كنا في مواجهة مع منتخب محترم إلا وكنا ننهزم. بمعنى أن حتى رياضيا لم ننتصر إلا على منتخبات متوسطة أو ضعيفة. وأيضا لابد من التذكير بأمر مهم جدا. تماما، هذه عندك هادو كاع اللي غلبنا، ما غلبناش غانا، ما غلبناش مصر، ما غلبناش الفرق القويه في افريقيا. نعترفوا بها، هادو فرق قويه، فرق واقفه في افريقيا ما غلبناش. كنجيو نغلبوا طوغو، نغلبوا الكونغو، نغلبوا هذا، وكانت تبوردو، كنعطيو للمدرب 8 مليون شهريا. هذا هو المشكل ديالنا، جيب مدرب ديال 8 مليون باش يغلبك الطوغو الكابون. انا نغلبها، انا نشد لكم منتخب نغلبها، اي واحد جبتيه يغلب. لان شوف ما شفناش اللمسه ديال المدرب، شفنا الاجتهاد ديال اللعابه، صافي سالينا. اقسم لكم يمينا لو ما يكونش خليل يزيد شفا التصفيات حتى نمشيو مزيان، وتحط غير التشكيله والشونج راه باين من الاول. ما نعرفوش كاع كيفاش غادي المقابله، الشونج كاين يتريك الشونج من برا، تشكيله من برا، وغادي تشوف النتيجه. ما كايناش لمسه، ما كايناش نظره. واش اللي عنده نظره كيدخل ليا النصيري مع 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 الكعبي دوناف؟ واش اللي نظره كيوقع ليه مشكل انه دخلهم دوناف وكيعاود يدخلهم في المقابله اخرى دوناف؟ كل الاقصائيات، اللقاءات الاقصائيه كانت بالمغرب وبملاعب المغرب وايضا بمركز محمد السادس، كانت تحضر داخل المغرب واللقاءات ايضا داخل المغرب. بالاضافه الى ذلك ايضا هذيك نقطه مهمه خدم عليها القشع، وحاول ان المقابلات كاملين تلعبوا في المغرب. عرفتي في الامتياز ديال انك تلعب في المغرب، تلعب بالنعاج، تجيب النعاج اللي تغلب بهم في المغرب. وراه كنرجعوا كنقول ان الحل الوحيد ان المغرب يفوز بكاس افريقيا هو ينظم كاس افريقيا. تما الا ما فازش بها سالات الحفله. الا ما فازش تما بكاس افريقيا سالات الحفله. هو توتر علاقته مع نجوم المنتخب المغربي، توتره ايضا مع اعضاء الطاقم التقني، توتره ايضا مع اداره الجامعه، توتره مع الجماهير المغربية. اي خيط ابيض بقي لهذا الرجل داخل كره القدم الوطنيه؟ جميل محمد، تكلمت عن الامور الفنيه، وتكلمت ايضا عن توتره مع الاداره، مع الجماهير، مع الجامعه المغربيه، لكن هل نستطيع القول ان خليل لوزيتش رغم عدم التفوق يعني او توفيق في الفوز بكاس افريقيا، ويعني وانه نجح في قياده المنتخب المغربي في التاهل لكاس العالم يحسب له يعني خلال فتره وجوده يعني مديرا فنيا مع المنتخب المغربي؟ شخصيا أقولها بكل صراحة، أنا أعتقد بأن النصيب الأكبر في هذا التفوق للمنتخب المغربي بالمغرب هو كان لكون أن كل المقابلات كانت بالمغرب، وأقول أيضا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي وفرت كل الشروط، وأقول أيضا من حسن حظنا أننا كنا مع منافسين أقل منا أو على الأقل متواضعين، وبالتالي كل هذه العوامل لم تكن لتجعل من هذا الرجل أنه ناجح. خاصة وأن أقول وأسطر على هذه العبارة أننا كلما واجهنا منتخبا
منسجما منتخبا متماسكا الا وكان تعثر الفريق الوطني المغربي. اعتقد التعاون الى كاس العالم انا اعتقد انه من باب تحصيل الحاصل، لان كان مع منتخب لم يتاهل حتى الى امم افريقيا، وبالتالي انا ليس شخصيا لا اعتبره انجازا على 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 اعتبار ان المنتخب كان متواضعا جدا. جميل، منتخب متواضع، يعني منتخب المغربي شاهدنا يعني سابقا يتاهل لكاس العالم، لكن ماذا بشان المستحقات المالية للمدرب البوسني؟ هناك تقارير تذكر بأن هناك شرط جزائي كبير في عقد المدرب البوسني. أنا شخصيا لا أعتقد، أنا حسب مصادري القوية والقوية جدا من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن ليس هناك شرطا جزائيا كما يتم. دابا كنتسنى واحد يقول لنا راه عندي من داخل الجامعة، راه الأموال ديال الشعب هذيك، قولوا لنا شحال الشرط الجزائي، قولوا لنا شحال، حنا واش حنا واش المنتخب ديالنا الا ديالكم صافي ما بداش نتفرجوا فيه. ودابا الجامعه تخرج تقول لنا الشرط الجزائي هذا، وإلا كانوا دايرين في الكونترا معاه في العقد انه ما من حقهمش يخرجوا، خصهم ما يديروش داك الشيء في العقد، كيقول لهم حنا الشفافيه مع الشعب ديالنا مع الجمهور ديالنا. هنا علامه استفهام، نتسناو هذا المغودي انه يجيب لنا من داخل الجامعه، وشكون علاش انت تدخل داخل الجامعه تاخذ الخبر وما تقولها لناش، وعلاش هما ما يقولوا لناش هذاك الخبر؟ لانه كيهم الشعب اموال ديالنا، هذوك اموال تصرف في الخوال خاوي، في مدرب شارف هارف ما عرف تيتمشى، ما جاب حتى لعبه للمغرب ولا انجاز، صفر انجاز، وما كتخرجوش تقول لنا هاش كاين هاش كاين. سنا واحد ورغم ذلك المغربي راه ما قال لهم شحال، قال لهم راه دخلت راه جبت اخبار بالله راه ماشي بزاف، قلنا شحال، واش داك الاموال ديالك ولا ديال القجع ولا ديال شي ديال الشعب المغربي؟ واش متفقين معايا في هذه النقطه؟ بغيت لك شوف لي كومونتير غير على هذه النقطه، واش متفقين معايا؟ تصويرها او تم كما يتم تهويله من طرف بعض الصحافيين بالمغرب، اقول ببعض الصحافه في المغرب، انا شخصيا اقول بان رئيس الاتحاد المغربي وهو رجل دوله ورجل المال والمسؤول عن المال داخل المغرب يعرف تفاصيل كيف يتعامل مع مثل هذه التفاصيل، وبالتالي انا لا خوف لي اطلاقا على الشرط الجزائي مع الناخب الوطني خليل وزيتش. الان سيرحل خليل وزيتش، محمد هل توافق التقارير التي ترشح وليد الرقراقي لخلافته أم هناك أسماء أخرى ثانية؟ ألا ترى أن مهمة المدرب القادم لتولي تدريب المنتخب المغربي بالذات في هذا التوقيت ستكون صعبة جدا؟ لا، شخصيا أقول إذا كان المنطق وإذا كنا بهذه العقلية وكنا بهذه الصراحة نفكر بأن رهاننا الأكبر هو ما بعد قطر، أنا أعتقد بأن النجاح أو الحكم على النجاح أو الفشل ما بعد قطر، وخاصة بكأس أمم إفريقيا 2023. أنا أعتقد بأن الناخب الوطني المقبل، أنا أعتقد بأن الأمر محسوم وبشكل نهائي وقطعي هو الإطار الوطني الشاب وليد الركراكي. وليد الركراكي شخص صافي حسم الأمر، وليد الركراكي الصراحة مدرب في المستوى تش يضرب بالقراعي اللعابة، يدير عقله شوية، خصو شوية الرزانة وشويه المدرب بحال هذاك، يعني برافو عليه، عجبني المسار ديالو مع الفتح الرباطي لا في قطر لا في الوداد، لكن ما يعيبه شويه الزربه في الهضره، كيزرب يعني كيتسرع، ماشي كيزرب كيتسرع كيتسرع يرد وكيتسرع، ربما داك غادي يخلق ليه شويه ديال المشاكل لا مع مدربين لا مع جماهير لا مع منتخبات لا مع فرق، عندك الزربه فيه شويه ديال لافونس، يعني خصو يتبت ربما مع مرور السنوات غادي يولي يتبت ويولي يترزن ويعرف انه مدرب عليه الاضواء، خصو يعرف اش كيقول ويعرف اي حاجه بغى يخرجها من فمه، وهذا التسرع ماشي غير في الهضره باش انك تزقرعه وي عرفناك باغي الفريق ديالك، عرفناك باغي، ما كرهتيش ان ديك الهجمه تكسر، ما كرهتيش فوت تكنيك ان اللعاب يشدوا، راه داك الشيء اللي داروا جاب البطاقه الحمراء، لكن علاش داك الضرب بالقرعه؟ خصك شويه تثبت وتشد الارض شويه، لان دابا وليتي كتمثل دوله، دابا راه تدي منتخب لكاس العالم يعني كتعطي الصوره ديال المغاربه، نتمنوا انك تثبت وراه عندك ما تقول، التوفيق وحنا كلنا معك، خاصه المساعد ديالو، تسنى شوف شكون المساعد ديالو. اقول نجح مع الفتح
نجح في تجربته الخليجية ونجح أيضا مع الوداد الرياضي بأن جميل. رجل جميل. محمد سؤال أخير بشكل سريع الوقت عندي قصير جدا. نعم. هل سيفتح رحيل خليل وزيج باب العودة أمام أسماء كانت مستبعدة على غرار حمد الله وزياش؟ شخصيا أقول زياش بنسبة مئوية 100%، حمد الله فيه نقاش، لكن أقول أيضا أن ما أسعدني كثيرا هو أن أيضا المساعد وليد الركراكي هو اللاعب الدولي السابق وهذا أعطيها أيضا لهذا البرنامج، هو عادل رمزي الذي يتفوق كثيرا الآن بفرق إندوفان الهولندي كمدرب، وأيضا بعض الأطراف رمزي كيقولوا أنه حاليا مع إندوفان قال لك في المستوى والصحف الهولندية كتهضر عليه بزاف. إذا وصلنا آخر هذا الفيديو بغيت الآراء ديالكم في الكومنتير والسلام عليكم.